فيما يتعلق بالقرعه النهارده، انا يمكن انا اشدت بمراسم القرعه، اشدت بالحفله انا حضرت، لرابطه الانديه، كنت موجود؟ كنت طب كويس موجود. كنت موجود. هسالك على يعني الحفله جميله جدا يا استاذ محمد. الدوري السنه دي، السنه اللي جايه بقى الفار والمشاكل والحكايات والروايات، بس الحفله حلوه، التدعيمات جامده جدا، العنوان كله بيقول لك ان انت رايح على دوري صعب، بس الحاجه اللي مخليه الناس تتكلم هتلعب 4 اسابيع كاس وسط العالم. كاس العالم، طيب شايفها جميل. ازاي القصه دي بقى؟ طب بعد الفصل لا ولا قبل انا الفصل؟ لا قبل الفصل. ماشي. لا انا شايف حاجه تانية خالص. ها هو ليه قرعه الكاس كانت منيله ب 60 نيله مع الزمالك؟ ها والزمالك سبحان الله عدى وعبر وخد الكاس، وبتبقى سهله مع ناس تانية، حط له الفرق السهله. وليه قرعه الدوري حاطط لي 7 ماتشات نار في الاول؟ طيب انت عايز تعمل 4 ماتشات اثناء كاس العالم، انت عارف ال4 ماتشات دول مين بقى؟ سموحه وبيراميدز سيراميكا وانبي. وانبي. يعني هو ال4 اسابيع الاولى اتحددوا انه هيبقى ايام كاس العالم؟ لا لا لا، ما هو مش عارف هيبقى، هو هيبدا الدوري ب 18، هنلاعب سموحه يوم 18 اكتوبر ده. والله؟ الدوري هيبدا 18 اكتوبر. طيب طب يا جماعه، لو عندكم لو سمحت يعني المواعيد، لو اعتقد في انه هيبقى مثلا في شهر 11 كاس العالم، هيبقى لا مش لسه المواعيد ما اتحددتش، دول اول اربع يبقى في اسابيع. اربع. في 4 اسابيع استاذ بس محمد مين بيقول هم؟ لسه المواعيد ما اتحددتش. لسه المواعيد ما هي اتحددتش. الفرق اللي اتحددت. الترتيب. فعشان بس ايه، من ما احنا من بقى مش عايزين ايه، بس هو لو بالوقت كده هتيجي فيه ماتشات قويه اكيد، هتيجي الماتشات كلها جامده والله يا جماعه بتسجل. واحنا بص، احنا كل ما حد بيجي علينا الزمالك، واخد بالك، وجمهور الزمالك العظيم الحبيب الراقي ادرك ده. نعم. كل ما بيجوا علينا، هو اكتر من سنه اللي جمدوا فيها المستشار مصطفى منصور، ها، ورب ضاره نافعه. يعني السنه دي اولا عرفت الناس ان وجود مرتضى منصور في نادي الزمالك يعني بطولات، ابتعاده عن نادي الزمالك معناها انهزاميه، واخد بالك؟ في حاجه، لا انا فالمستشار مرتضى وجوده مهم جدا. فاحنا اتعلمنا ده من ايه؟ من القسوه اللي حصلت في قرار التجميد. طيب انت هتيجي النهارده هتعمل قرعه زي دي، الله اعلم حصلت ازاي، بحسن نيه بسوء نيه الله اعلم. ربنا سبحانه وتعالى هيديك عكس ما اردت. يعني انت شايف ان القرعه كانت يعني حاطه نادي الزمالك في ماتشات قويه في البدايه. طبعا. طبعا. وهتبدا الدور الثاني برضو بنفس الماتشات القويه. واخد بالك؟ طيب ما هي اهم حاجه مين هيركب الدوري في الاول وهيحافظ عليه. واخد بالك؟ وبعدين انت هتلعب كاس العالم اثناء كاس العالم بدون سيف الجزيري مثلا وحمزه المسيسي لو انضم. لو انضم. واحتمال كبير طبعا ينضم. طب ماذا ستفعل؟ واخد بالك؟ فانت ضد القرار ده؟ يعني مش معاه؟ طبعا. اصل خلينا واقعيين يا احمد. يعني مثلا ايه، سيراميكا بتلاعب، مع احترامي لكل الانديه يعني، بتلاعب مثلا الاتحاد، اسيب البرازيل والارجنتين مثلا واقعد اتفرج على ماتش محلي؟ انت ضد القرار بصفه عامه. طب استاذ منتصر سريعا. بص انا حضرت القرعه، كانت طبعا زي ما انت قلت هايله، كانت المراسم رائعه بالتاكيد، كان حتى في تكريم للهدافين الدوري على مدار تاريخه. شفت الكابتن علي ابو جريشه، شفت الناس زي الكابتن بشير حضروا، زي بشير عبد الصمد نجم الاسماعيلي، زي طبعا طارق الصاوي، زي جمال جوده من المصري، كانت مفاجاه. يمكن احنا بنتذكر التاريخ في نجوم يعني ما حضروش وقالوا ممكن الدعوه ما وصلتهمش او ما ردوش، وعاملين زي بعض دلوقتي زي احمد بلال، ما اعرفش ايه السبب، بس هو احمد بلال بيحب يركب الترند على طول يعني. فبقول لك انما النهارده لو بنتكلم على القرار ده، انا للامانه عشان اكون منصف يعني، اكيد مصلحه نادي الزمالك انه يلعب بكامل نجومه، واكيد النادي الاهلي لو علي معلول هيبقى موجود مع منتخب تونس هيبقى علي معلول برضو، ما حدش يقول ان هو باك ليفت الاساسي للنادي الاهلي. حتى النادي الاهلي ما قدرش انه يتعاقد مع باك ليفت على مستوى، رجع 2 شباب اعتقد محمد مغربي وحد محمد اشرف كان محترفين بره او حاجه. انما القرار ليه جانب سلبي اكيد على نادي الزمالك، انه
لو سيف الجزيري مش موجود وحمزه المسلوسي في حال انضمامه لمنتخب تونس، وبالتاكيد نادي الزمالك يحب يلعب بكامل قوته. انما انا لو باخد من المستشار مرتضى منصور اثق تماما في قدرته، انه لو نادي الزمالك القرعه يعني لم يتم العبث بها للامانه، القرعه كانت قدامنا والارقام اتحطت وبتاع، وبناء على الارقام تم يعني انت تؤكد ان يعني كلنا لا كنا لا نتوقع شيء يعني انا وقاعد مثلا قاعد رقم واحد فاضي فكل الناس طلعت فكل خلاص احنا قلنا الاهلي هيبقى واحد عشان لعب ام بي 2 طلع واحد بيراميدز واخد بالك وطلع النادي الاهلي تقريبا هيلعب 12 مش فاكر كان ماتش سيراميكا اعتقد ولا ماتش مع الاسماعيلي الاسماعيلي سوري كان الاسماعيلي فماتش الاسماعيلي ماتش يعني صعب يعني صعب طبعا يعني ما تقدرش تقول حاجه القمه في الاسبوع ال 14 او القمه للدوري ما تقوليش انت بقى تقول له هو بقى لا منصور محمد ما كانش حاضر هو منصور محمد عشان يعني عشقه للزمالك فدايما بيتحدث يعني عن مصلحه الزمالك لا انت عشقنا نادي الزمالك مصلحه نادي الزمالك ونتكلم انه احنا المتعه كاس لا يمكن ان يكون هناك ما يشوب هذه القرعه للامانه لا هو الكابتن خالد لطيف كان ممثل لنادي الزمالك موجود من الصندوق وبالتاكيد المستشار مرتضى منصور اثق تماما وانا ما عنديش يعني درايه بالموضوع ما فيش حاجه هتتم لما بيها له المستشار مرتضى طب احنا كذا احنا في الدنيا طيب النهارده يشكر المستشار مرتضى منصور انه النهارده حتى لو سيف الجزيري الماتشات الاربعه هيتلعبوا فهو الراجل جايب يعني سامسون اكينولا مهاجم متميز جدا ودبابه بشراسه وجايب يوسف حسن وعندنا فيريرا وعندنا فيريرا بسم الله ما شاء الله يعني من غير الناس دي كلها خد الدوري فعايز اقول حاجه اخيره النهارده القيمه التسويقيه للاربع ماتشات يعني سواء احنا هنشوف كاس عالم او هنشوفش نشوف كاس عالم الاستاذ احمد دياب اتكلم او النائب احمد دياب اتكلم على انه ده الدواء المر اللي لازم نقبله لما انا بعرض لك وجهه النظر يعني انه النهارده انت عايز تنهي الدوري في 30/6 لازم نستحمل الشهر ده عشان ننهي 30/6 عشان ما نعملش زي غيرنا ونركب دماغنا ونصدر مشاكل ونرجع نوصل ل 30/7 و30/8 واللعيبه متريحش فنادي الزمالك بمن حضر وان شاء الله تعالى ربنا كبير واحنا نكسب لان كل ما تبقى المعطيات مش معانا ربنا بيكرم ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله.